يعتقد البعض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن مكترثاً بمحاكمته في نيويورك بتهمة الاحتيال، ولم يوله اهتماماً كبيراً أكثر من بطنه، وسط ترجيحات أنه طلب وجبة من ماكدونالدز وسط المحاكمة. فهل طلب ترامب وجبة سريعة حقاً؟ موقع TMZ الأمريكي قال إنه تم رصد 2 من حراس الأمن وهما يحملان عدة أكياس من الطعام من سلسلة مطاعم ماكدونالدز، مضيفاً أن 6 من هذه الأكياس كانت متجهة إلى المحكمة العليا في مانهاتن بالتزامن مع بدء محاكمة ترامب. ورجح الموقع أن هذه الوجبات قد تكون لترامب وفريقه. صحيفة نيويورك بوست قالت إن عشق ترامب للوجبات السريعة كان واضحاً منذ توليه الحكم، فقد سبق أن قدم وجبات من ماكدونالدز لضيوفه من فريق كرة القدم الأمريكي كليمسون تايجرز حين زاروا البيت الأبيض عام 2019.